بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم النهارده معايا فيديو جديد ان شاء الله. باذن الله النهارده الفيديو هيكون مختلف. هو كل مره بنعمل مشروع وبنعمل شغل، النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انواع الخيوط وانواع الابر، بناء على طلب المتابعات الجميلات. يعني ان شاء الله النهارده هم قالوا لي عايزين حلقة عن الإبر وعن أنواع الخيوط وإزاي بنشتغل الخيط ده بالإبرة إيه والخيط ده بالإبرة إيه. فإن شاء الله النهاردة هنعرض مع بعض مجموعة إبر بنشتغل بيها في الكروشيه ومجموعة خيوط برضو، ومع إن بحر الخيوط ده كبير جدا وواسع جدا في الشغل، لأن أنواع الخيوط كتير ومتعددة، بس احنا هنتكلم النهاردة عن الانواع الاساسية اللي احنا بنستخدمها في شغلنا في الكروشيه. طبعا عندنا خيوط صيفية وخيوط شتوية. الخيوط الصيفية طبعا بتتمثل في القطن، في الحرير، في الستان. اما الخيوط الشتوية فهي بتتمثل في الصوف وفي القطيفة. طبعا كل خيط ليه مميزاته وليه شكله وليه الإبرة اللي بنشتغله بيها. يعني عندنا مثلا في الخيوط القطنية دايما بنشتغل بالإبر اللي هي مقاساتها صغيرة. عندنا مثلا، عندنا أول حاجة مثلا الخيط القطن ده، طبعا ماركة أليس ديفا ديت هي الماركة المميزة اللي احنا بنشتغل بيها، لأنها خيوط تركية مميزة ونضيفة وألوانها ثابتة. طبعا فيها برضو ليها انواع، عندنا اليزيفا بلس وعندنا اليزيفا سلكي. طبعا عندنا الفتلة الرفيعة وعندنا الفتلة السميكة منه، تمام اهي الفتلة الرفيعة منه هنا اهي. اما البلس ده بتبقى الفتلة بتاعته سميكة شوية. وكل المعلومات بتاعت الخيط بتبقى على التيكت بتاعه، هو هنا بيرشدك وبيقولك تشتغلي بايه. يعني عندك بلاست ده بتشتغليه من ابرة من 4 لـ5، بيحدد لك الابرة. يعني انت المفروض ما تبقيش خايفة ان انت بتقدمي على شغل الكروشيه. ليه؟ لان انت هتجيبي الخيط وعليه كل المعلومات بتاعته، هيقولك وانت بتجيبي الخيط تجيبي الابرة معاكي. وانت بتجيبي الخيط هنا هو قايل لك هاتي من 4 لـ5، تمام، عشان الفتلة بتاعته سميكة شوية. اما هنا الفتلة هنا بتاعت القطن ده اللي هو سلكي افكت ده بيبقى رفيع شوية، الابرة بتاعته بتبقى صغيرة شوية، مقاساتها صغيرة من 2.5 لـ3.5. طبعا انا منصحش المبتدئات ان هما يشتغلوا الفتلة الرفيعة دي في الاول، لان انت لازم ايدك تاخد على الشغل وتتمكني من الابرة وتتمكني من الغرز عشان تقدري ان انت تشتغلي بالابر الصغيرة والفتلة الرفيعة، تمام. فعندنا هنا اليس ديفا دي ماركة جميلة قوي، بنستخدمها كمان في الصوف. يعني هو كمان بيطلع صوف جميل قوي قوي، خامته مميزة وجميلة، ومنه الجنجاه ومنه السادة، منه الفتلة السميكة ومنه الفتلة الرفيعة. برضو عندنا اهو ده ليز، برضو فتلته اهي تخينة سميكة. تركيوم ده هتلاقي برضو التيكت بتاعه عليه والمعلومات بتاعته اهو، ده التيكت بتاعه اهو. بصوا ده كل دي تيكتات بتاعت الخيوط اللي انا بشتغل بيها، بصراحة بحتفظ بيها. يعني ده بيركيوم كلاسيك اللي هو بتبقى فتلته سميكة شوية في الصوف، تمام. وبرضو بيقول لك هنا تشتغلي بإبرة كام، من 4 لـ6. يعني عندنا الإبرة اهي دي إبرة 4، تمام، وعندنا دي إبرة 3 من الخيوط الأرفع شوية، وعندي هنا دي إبرة 4.5 ممكن اشتغل بيها بيركيوم ده، بيبقى الغرزة بتاعته حلوة، تمام. برضو عندي هنا الابر الرفيعة بقى خالص اللي انا بشتغل بيها الخيوط الرفيعة، مجموعة الابر اللي هي المعدن دي
دي طبعا من زمان الابر دي وانا محتفظه بيها وبحبها قوي، بحب اشتغل بيها قوي. بشتغل بيه الزيرو ده، بشتغل بيه القطن الرفنع ده اهو، بيطلع لي الغرزه حلوه ومتماسكه. تمام. عندي بقى رقم 3 ده، بشتغل بيه البلاس اللي هو سميك شويه، برضو بيطلع لي الغرزه جميله، لان هو برضو قايل لي هنا اشتغل بيه اهو من 4 لـ5. انا ممكن اشتغل بـ3، بحب الشغل يبقى متماسك شويه. تمام. عندي طبعا هنا ابر كبيره للاصواف بقى وللقطيفه، في عندي خيط قطيفه بس للاسف انا ما عنديش منه دلوقتي، بستخدم له ابره رقم 6. تمام. وعندي 5.5 في اصواف برضو بتبقى سميكة، والفتلة بتاعتها سميكة اللي بنعمل بيها الكوفيات. تمام. بنعمل بيها الشيلان. وعندي رقم 7، كل ما الإبرة زاد النمرة بتاعتها كل ما الخيط بتاعي زاد السمك بتاعه، لأن الخيط السميك دايما هشتغله بإبرة مقاسها كبير. وفيه كمان حاجة، يعني يا ريت المبتدئات اللي هم بيبدأوا يشتغلوا كروشيه يبدأوا بالخيوط السميكة مع الابر اللي هي نمرها كبيرة، ايدك هتاخد على الشغل وهتطلعي شغل حلو، وهيرمي معاكي بسرعة، هيرمي معاكي كتير. هتخلصي الكوفية مثلا او هتخلصي الطاقية، الحاجة اللي انت بتشتغليها لو اشتغلتيها بغرزة بابر مقاساتها كبيرة وخيوط سميكة، ايدك هتمشي على طول في الشغل وهتطلعي الشغل بسرعة، وهتحبي الشغل اكتر، وهتتمني بقى ان انت تشتغلي بابر اقل في اقل في اقل. فيعني اهم حاجه المبتدئات تبدا بالنمر الكبيره والخيوط السميكه، بعد كده واحده واحده هتبداي ان انت تقدري تتمكني من الابر الصغيره، وتقدري ان انت تشتغلي الخيوط الرفيعه ان شاء الله باذن الله. طبعا عندنا برضو في الابر، بما اننا بنتكلم عن الابر النهارده، عندنا ابر مقاساتها رفيعه جدا اللي هي رقم 11 دي ورقم 10. الابر دي بقى بستخدمها في شغل القماش، انا بشتغل مثلا حرف جاكيت، حرف بلوزة، قماش عايزة مثلا اشتغل له اعمل له حرف فستون بالكروشيه، بستخدم له الابر الرفيعة دي لان هي دي اللي بتدخل في القماش. تمام. اهي عندي رقم 11 ورقم 12، دي ابر رفيعة قوي قوي بستخدمها في القماش. تمام. وبرده عندي الابر اللي هي السميكة دي بستخدمها في الشنط، انا برده بشتغل الشنط بخيوط المكرمية، خيوط السلسلة. طبعا اهو عندنا خيط المكرمية ده، بستخدم له الابر الكبيرة دي، بس مش دي بقى، الابرة نمرة 5 دي اللي بتطلع لي الشغل بتاع المكرمية حلو. ده برضو يعتبر من نوع من انواع الخيوط، مكرمية، سلسلة، خيش، دي كلها حاجات بقى بنعمل بيها شنط، بنعمل بيها مقالم، بورتفيهات. تمام. برضو في عندي نوع تاني من الخيوط اللي هو فوق ده، ده حلو قوي برضو، ده بجيبه ستوكات، بيبقى رخيص شوية، الشلة دي بتبقى بـ15 جنيه. لو انا عايزة اشتغل رفيع هشتغل، لو انا عايزة اشتغل سميك بعمل الفتلة دبل، بيطلع لي شغل حلو قوي قوي ومناسب، سعره حلو. دي اسمها بتبقى ستوكات، زي ده فوق، زي ميلانو برضو نفس الموضوع، وفتلته رفيعة وجميلة قوي، بينجز معاكي في الشغل. وعندنا برضو في خيوط تانية تبع برضو الاستوكات، عندنا خيط باريس ولندن، الحاجات دي كلها لما بتروحي بقى في محل الخيوط بتلاقي نفسك بقى ايه قدام انواع كتيرة جدا، انواع واشكال والوان واسعار، انتي بقى بتهيئي نفسك ايه على حسب الميزانية بتاعتك. يعني هو ده خيط مثلا لندن، لندن ده برضو من الاستوكات برضو بـ15 جنيه الشلة. باريس برضو زيه
تمام، وميلانو ده برضو، وفوج، دول كلهم بيبقوا ستوكات ممكن ان انت ايه تنجزي شوية في الاسعار، غير اليس دي. فطبعا اليس دي اسعاره كويسة برضو، مش عالية قوي يعني. وفي عندنا كوتون جولد، وفي عندنا في الاصواف هيمالايا، انواع كتير قوي قوي من الخيوط. مجرد ما دخلتي مجال الشغل ومجال الهاند ميد والكروشيه هتتعرفي انت لوحدك على الانواع دي، مجرد ما تروحي محل عشان تشتري خيط. بس احنا بنتكلم دلوقتي على مواصفات الخيوط، الصوف والقطن. زي برضو عندنا هنا اليز بيبي، اليز برضو عاملة بيبي، بيبي دوت بيبقى خيط ناعم وطري عشان بنعمل بيه حاجات البيبيهات، بطانيات، لكاليك، فساتين. فكل خيط ليه مميزاته وليه شغله، تمام. وفي عندي برضو هنا خيط جميل قوي، شوفوه جميل قوي، اسمه كريستال، ده جنجا، بيبقى الوان مع بعض مختلفة. اهو مثلا زي الحتة كده زيت كده شغالينها اهو، الجنجا ده هو اللي بيطلع لي الرسمة كده ايه لوحده، من غير ما انا ايه الون، انتي بتشتغلي بس والرسمة بتطلع لوحدها. برضو اليس ديفا الصوف في برضو جانجو، والقطن برضو في جانجو، زي ما انتي عاوزة. برضو ده اسمه كريستال، في منه الجانجو في منه السادة، جميل برضو، خيط جميل وشكله لذيذ وظريف. عندنا برضو طبعا دي حاجات انا شغلاها وبواقي بقى منها، ده برضو خيط تركي مطعم بالفتلة الفردي دي، بس رفيع بقى، برضو جميل قوي في شغله وحلو وبيديني نتيجة جميلة، بس عايز بقى الإبر الرفيعة وعايز حرفية شوية، تمام. في برضو عندي اهو برضو بواقي شغل كنت عاملاه، ده خيط برضو جانجو، بيديني برضو الرسمة وانتي بتشتغلي الرسمة بتاعتك بتطلع لوحدها اهو، فتلة سميكة. ده بستخدم له إبرة 4 أو 5، بتطلع لي الشغل حلو قوي، تمام. في عندي برضو قطن، بس ده قطن مصري بقى مش تركي، ده خيط قطن مصري، بنستخدمه برضو في عمل المفارش، مفارش السرير، حلو طبعا وجميل. هو زي ما في خيوط تركية وخيوط مستوردة، طبعا في خيوط مصرية، زي ما في صوف تركي وصوف أجنبي، في صوف مصري برضو. ففي عندك الخيوط المصرية وعندك الخيوط المستوردة التركية، انتي هتقدري تكيفي نفسك على حسب الحاجة اللي حابة تشتغلي بيها، او الحاجة اللي انتي اشتغلتي بيها ولقيتي نتيجتها افضل معاكي في الشغل. فطبعا دي نبذة بسيطة قوي قوي عن انواع الخيوط، لان طبعا بحر الخيوط واسع جدا، وانت طول ما انت بتشتغلي وطول ما بتروحي تشتري خيوط هتتعرفي بقى على انواعها واشكالها والحلو منها اللي هتفضلي تشتغلي بيه. فان شاء الله باذن الله اي مبتدئة في الكروشيه ان شاء الله تتمكن وتثبت نفسها في الشغل بإذن الله. طبعا دي كل برضو أنواع الإبر، وفي أنواع تانية برضو أكبر للشغل، الخيوط الأكبر زي خيط الكليم مثلا، بيحتاج إبر يعني سميكة شوية عندي. وهنا برضو عندنا إبر التنظيف، مش هننساها برضو، لازم طبعا دي تبقى من مكونات بتاعتك. إبرة التنظيف دي هي اللي بنضف بيها الشغل بتاعي بعد ما بخلص الحاجة اللي أنا بعملها، تمام. وفي برضو المارك بتاعك برضو اللي بتعلمي بيه، في عندك المزورة، في عندك المقص، ودايما يبقى معاكي مقص صغير كده، ده بتقدري ان انت تتحكمي فيه وتقطعي الخيوط بسهولة، غير طبعا المقصات الكبيرة، طبعا ده لازم من مكونات الشغل بتاعك، تمام. دي يعتبر نبذة بسيطة عن بعض الخيوط وعن أنواع الإبر
ويا رب اكون افدتكم النهارده في الفيديو، وتكونوا استفدتوا من المعلومات دي، واتمنى التوفيق لاي مبتدئه بدأت تشتغل كروشيه. ربنا يوفقها ان شاء الله ويحسن ما بين ايديكم جميعا باذن الله. ومتشكره جدا، وارجو ان انتم تعملوا لي سبسكرايب واشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. ومتشكره ليكم جدا لحسن الاستماع والمشاهده. ميرسي قوي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.